طبعا احنا نثني على مشاريع سماحة السيد ونثني على خطواته، وكل خطواته نشوفها بمصلحة الشعب العراقي. اذا يعني من قال انا اريد الحوار علني حتى الشعب يشوف ليش انا يعني اروح اصيح اسوي صفقة وياهم تحت الطاولة وبعدين يقولون هذا السيد يعني سيد اللي هو راد هذا الامر او كذا. انا اشوف قدام الشعب، والشعب هو يميز بين الصالح وبين الطالح، بين الفاسد وبين المصلح. فجدا كانت خطوه شجاعه وجريئه من سماحه السيد، ونثنى عليها ان شاء الله بكل وقت. إذا تحقق اللي طلبه السيد مقتدى الصدر بأن يكون جلسة واضحة، وشنو هي اللي آلية الحكومة اللي هم مصممين عليها، فبها ونعمت. وأما لا، نفس سابقاتها وتقسيمات، والشعب يكون غافل وما مطلع على أي شيء اللي جاي يحاكي ضده، فاعتبرها فاشلة، وكل نتيجة ماكو إذا ما يطبقون اللي يريده سيد مقتدى الصدر بالجلسة حوار علنية. ما زال الجميع يبحث عن عملية تهدئة، والتغريدة الأخيرة للسيد الصدر هي قد تكون محاولة لفتح نافذة في إطار هذه التهدئة والحوار، على شرط أن يكون عليا الذي يرفضه بعض أجزاء الإطار التنسيقي والتي تحتاج إلى عملية توافق أكبر بين الفرقاء الشركاء بالعملية السياسية. وليس هناك مبادرات معلنة من قبل أولا السيد الكاظمي بإجراء حوار بمرحلته الثالثة، وأيضا دعوة السيد الحلبوسي لوثيقة بغداد قد تكون عامل مساعد لأجل تعجيل فتح باب الانغلاق بين تلك الأطراف السياسية.